بشارع الجلاء بمحافظة المنصورة يعيش الأستاذ محمد الجندي، أحد المختطفين النقابيين الأربعة بسيناء والعائد منذ 3 أيام إلى بيته بعد دفع فدية رجوعه 152,000 جنيه. أيام رعب ولحظات كالسنوات لن ينساها هو ولا أسرته، وحكاها لكاميرا مصر الجديدة بتفاصيلها. 8 ليالي ب9 أيام. مر عليك إزاي؟ لا مر عليا كأنهم 90 سنة. بنعد المؤتمر في شرم الشيخ لحجز الدستور والتعريف به يوم 9 و10 1. فاللجنة المنظمة للمؤتمر أنا والأستاذ ممدوح محمدي رئيس النقابة العامة والأستاذ ممدوح رياضة الأمين العام اتفقنا إن احنا نسافر يوم 7 نجهز المؤتمر ونعد له ونجهز الأماكن والجست اللي جاي والكلام ده. فاتفقنا نمشي بالقاهرة إن شاء الله 5 الصبح بحيث نوصل بدري نخلص أمورنا بدري في اليومين الإعداد يعني. بعد ما ان شاء الله مشينا من طريق مصر السويس دخلنا على النفق، كنا عند نفق الساعه 8 الصبح بالظبط. اثناء خروجنا من النفق وتوجهنا طبعا يمين شرم الشيخ، طريق شرم الشيخ بعد النفق بحوالي 8 كيلو لقيت عربيتين تويوتا، انا كنت سايق عربيتين تويوتا بيضة نص نقل بتطاردني، وقفونا تمام وانزل انزل انزل، خدونا احنا الاربعه انتوا بتوع السياحه نقول اه، اللي رايحين شرم الشيخ تعملوا مؤتمر تعدلوا الدستور نقول اه تمام. فواحد قال له ده خلاص هم دول مطلوبين بالاسم تمام، فبقول لي انتوا مطلوبين ومرصودين مدفع لكم فلوس. قلت له من مين؟ قال لي من جهات مالكش دعوه فيها بس انتوا المطلوبين ومرصودين بالاسم. حطونا في العربيه كتفونا غموا عينينا حطوا لها بطانيه وربطوا العربيه بسلب وصلنا المغرب الجبل تمام، طلعونا ليها خدوا البدل بتاعتنا وجابوا لنا جلاليب. ليله كامله لم يدرك فيها استاذ محمد الهدف من وجوده هو وزملائه داخل مغارة في جبل مهجور، حتى تكلم رئيس العصابة الخاطفة إليهم. قال إحنا جماعة أنصار بيت المقدس وبنعلن مسؤوليتنا نخطفكم والكلام نزعناه في بيان رسمي. وأنتم معانا هنا يومين لحد ما انطلقوا فوق. فقلت له فوق فين؟ قال لي فوق عند الشيخ. قلت له يعني إيه الشيخ دير؟ قال لي بكرة تعرف. بس إحنا مهمتنا إن إحنا نسلمكم فوق. عرفت معاك كلمة فوق دي إنها غزة. حكى لي أستاذ محمد عن تفاصيل ما يشبه الصداقة التي نشأت بينه وبين أحد الخاطفين الذي تعاطف معهم، ومنه عرف أستاذ محمد الهدف من اختطافهم. قال لي بص أنا عايز أقول لك حاجة وأنصحك إن إحنا أنا يعني أنا بالنسبة لكم يعني إيه يعني أجير ده شغلتي، ما زعلش مني حتى هزقتك في يوم قدام حد شتمتك ضربتك دي شغلتي، لو ما عملتش كده أنا ضرب بالنار. بس أنصحك ونصيحة لوجه الله عشان إحنا مسلمين نقول لا إله إلا الله مع بعض، حاولوا تتفاوضوا معهم بأي مبلغ أحسن ما يعدوكوا فوق. تروا فوق فين؟ قال لي في غزة. هم نفسهم تجيلهم فرصة يعدوكوا، الجيش مضايق عليهم جدا نفسهم يعدوكوا، لو النفق فتح ساعة مش هتلاقوا نفسكوا هنا، أنتم مطلوبين فوق. الناظر بقى هياخدوا فلوس هيتفاوضوا عليكم مع الحكومة على حاجة، قال لي دي شغلهم هم، بس إحنا هنسلمكم ونقبض عليكم دي شغلتنا. ومن هنا بدأت المفاوضات مع أهالي المخطوفين الأربعة. فوجئت بعديها بيومين ان واحد بيكلمني صوته بدو، قال لي احنا اللي خاطفين جوزك وعايز 5 مليون يا اما هبيعه لبيت المقدس ب6 مليون. وقفل. قلت له معايا 50، فما كانش بيعجبه الكلام ده، دوري اكتر. ومهم في حوارات بقى انا وهو قلت له طب انا عايز اسمع صوته عشان اتاكد ان هو عندك. فكلمني زوجي واتمنيت يعني ان هو عنده كده، فابتديت بقى لم المبلغ وكنت عايزه انقذه باي شكل يعني. خلاص مدام هاله زوجة استاذ محمد لعبت دورا بطوليا في انقاذ زوجها، حيث تحولت من زوجة وام الى سيدة بقلب اسد تقاتل من اجل حماية زوجها ووالد بناتها. وفجأة ظهر واحد قال لي ستوب وقفي هنا، وفي ايده الرشاش، قال لمحمد خليك واقف انت هنا. ففي واحد وراه بيجي 5-6 أمتار كده، قال لي تعالي انت يا مندى. فعديته ومشيت، قال لي معاك الفلوس؟ قلت له اه. قال لي تعالي. فبعد ما مشيت قال لي انت خايفة؟ قلت له لا انا مش خايفة. قال لي لو خايفة ارجعي وادي الفلوس لمحمد هو يجيبها لي. قلت له لا انا مش خايفة، انا جاية وهدي لك الفلوس. فوصلت عنده راح قال لي طب وقفي هنا وعرفيني الفلوس دي مين ومين ومين. قلت له دي محمد الجندي 152، وده استاذ ممدوح صبرا، وده استاذ ممدوح المحمدي.
فقال لي طب يلا رجعي. قلت له انت وعدتني ان هاخد جوزي النهارده وانا عندي وعدي لك، وجيت وست ودخلت لك الصحراء وما خفتش واديتك الفلوس، فمن فضلك انا عايزاه النهارده. عاد استاذ محمد الى بيته واسرته فعاد الامان، وعاد الى عمله ليكمل دوره في الحياه، لكن ستبقى تفاصيل كل لحظه عاشها في الاسر تؤرق منامه وتوجع قلبه على كل غائب عن اسرته. رضوى رحيم، برنامج مصر الجديده، مع معتز الدمرداش.